مساء الخير، اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم. This is Arabwood Extra. رح نبتدي حلقة الليلة من أرابود إكسترا بالاحتفالية اللي قامت بها دارغوش بوبوار احتفالها بعشرين عاما. الاحتفالية كانت في العاصمة بيروت، والمميز فيها أنه كان أوكشن أو مزاد علني لبيع 10 قطع صممت من 10 مبدعين من لبنان. خلونا نشوف التفاصيل اللي كان في التقرير التالي من بيروت ومن إعدادي. كان الاحتفال بقلب داون تاون، حيث دعي كل في اي بي لبنان للمشاركة في المزاد العلني روش بوبوار. 10 قطع فنية، أعادت تقديم قطعة المهجونج الأيكونيك وبأنامل نخبة من المصممين اللبنانيين. تلك القطع بيعت لصالح مركز سرطان الأطفال في لبنان. Master of composer, sir, أيضا artist. خلونا نشوف جي مانوكيان شو رأيه بهالإيفنت أول شيء ومشاركته فيه. Great to be here. عن جد حاسين حالنا اليوم when it is for such a good cause. كل هيك شو حلو الإحساس وقت ينجمع هالقد مصاري لهيك غرض، يعني للشيلدرن كانسر سنتر. عن جد بيخليك بيغني الروح. البيس تبعك شو غير النوتات شو حطيت فيها زياده؟ لا البيس تبعي هي ذا هول ايديا از اول شيء بدي كان شغله تكون تشبهني. This is my piece اسمها Never Give Up on Your Dreams. هلا هون اذا بتشوفوا الكاليغرافي انعمل بالعربي لانه بالنهايه انا لبناني لو شو ما كان. لا تتوقف عن الايمان باحلامك. هول هن بيانو سترينجز، هول بيانو سترينجز معمولين مخيطين. هي الكيس المعموله مثل البيانو اللي هي لكر من برا، وبتشوفوا التوشيت هن مات. ف بالنهايه ما جربت اعمل شيء مش انا، يعني انا مش شغلتي اعمل فرش، بس جربت حتى اللي عم بعمله يكون بيشبهن ويكون دغري تعرف انه هيدي قطعه جيمان وكيان. قد ايه وصلت اول شيء في 3000 دولار بس اسمع. لا اتس جود. لا ات ذا اند اوف ذا داي ذا موست امبورتنت ثينج از انه المصاري اللي جمعت بالنهايه هو مش قليل، يعني مصاري كبيره جمعت بسعر. On a personal level جي اي واحده حبيتها اكثر غير تبعك؟ لا لك بصراحه كلهم حبيتهم كثير. تبع رجيم كازا كثير حبيتها، تبع زهير مراد تشبهه. يعني كل واحد انا بتصور كل ارتست اليوم اشتغل حط كثير من حاله من قصته بالقطعه، وهذا الحلو they are very personal. جيم مانيكان على الصعيد الفني شو في عندك جديد؟ جو سي كو تو بارين الفتره الاخيره كثير من باندز اند نيو تالنت. This year it's going to be huge for me. It's my 25th year in show business. I'm young, don't worry. It's my 25th year in show business. So I'm preparing a series of concerts. I have a brand new show. أول شيء رح بلش بالبي سي اف بالبيروت بمهرجان بيروت الثقافية 28 29 30 جوان و 1 جويليه بحرش بيروت. رح يكون شو كتير كبير. بعدين بنتقل ب 6 جولاي افتتاح مهرجانات لبنان بالزوق، مهرجان الزوق. That's where I'm going to play my new show تبع هالسنة. برات لبنان في شيء؟ برات لبنان دائما. I'm preparing كل سنة أنا بروح بآخر السنة على أمريكا كرمال ماي تور. هلا عم نحضر تور ببلش على الايست كوست بمونريال، بننزل على ميشيغان، بوسطن، نيويورك، وان شاء الله. هلا اذا بقول لك صراحه هدفي هو المغرب العربي، لانه البومي الجديد اللي بينزل هالسنه رح يكون اسمه بربر، وهو كله مستوحى من موسيقى نورث افريكا، الموسيقى المغربيه، الموسيقى التونسيه، الموسيقى الجزائريه. وهلا هدفي انه اقدر فوت على المغرب العربي. بتصور رح نبلش بموروكو وبنشوف هنيك how things will go.
مهرجان الأقصر هو المهرجان الذي يستقطب كل الناس اللي بتحب الفن السابع من سينمائيين مخرجين ومبدعين. لقاء هذا العام كان مميز من خلال ندوات ولقاءات وانطلاقة وإصدارات جديدة. التفاصيل كانت من خلال تغطيتنا الحصرية لمهرجان الأقصر. نشوف مع بعض مجموعة التقارير. سعيدة جدا بصديقي العزيز يوسف نصر الله وكل المقربين، والحقيقة حفلة الافتتاح كان فيها لمسات دافية وقوية وعينينا دمعت وضحكنا وفرحنا، فبقول مبروك للدورة السادسة. أنا كنت في مهرجان أسوان وبعتبر مهرجان الأقصر إخوات، فلما أروح مهرجان أسوان لازم أجي مهرجان الأقصر. لبلبة ظهرت بفستان مميز ولوك فرعوني. مصممة فاليريا، وفكرتي دي والموديل هي اللي صممته. هل عجبكم؟ المزيكا والسينما الإفريقية لها أثر كبير على المخرج يسري نصر الله. أفريقيا فيها أحسن مزيكا في العالم وأثرت على كل مزيكات العالم، وتكتشفي أن المتفرج المصري تقريباً أول مرة يعرف فيلم أفريقي كان في لما اتفرج على تيمبوكتو بتاع عبد الرحمن سيساكو. شبه جريمة المسؤولين عن الثقافة والمسؤولين عن الإعلام في مصر ارتكبوها في حق الشعب المصري. كمان وضح وجهة نظره في ضعف الاقتصاد السينمائي في مصر حالياً، عن طريق أنك أنت تشوفي عدد التذاكر اللي بتتباع على المتفرجين على عدد السكان في مصر، بتكتشفي ان المواطن المصري بيروح مره كل 6 سنين سينما. ده ما يعملش اقتصاد سينما. سمير صبري دايما من اكثر الشخصيات حرصا على التواجد في المهرجانات المحليه. نتعرف على السينما الافريقيه، على الافلام اللي من يعني ما عندناش فرصه ان احنا نشوفها ونتعرف عليها، فيلم من السنغال، فيلم من موريتانيا. أتمنى إن الناس يبقى عندها الوعي السياحي إنها تسافر وتشوف بلدنا فيها قد إيه أماكن جميلة هم ما شافوهاش ومش حاسين بيها. من فعاليات اليوم الأول للمهرجان كان عرض فيلم مولانا اللي أثار الجدل بمجرد عرضه. جرأة من الكاتب والمنتج والمشاركين بالعمل، وجرأة واحترام شديد للرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وحييهم أنهم قدموا هذا العمل والشعب سقف لهم. أثناء عرض الفيلم حدث مشاكل تقنية تسببت في وقف العرض مما أدى إلى استياء الحضور. شيء حزين أن الأقصر عاصمة الثقافة العربية فيهاش دار سينما، ما فيهاش دار عرض سينمائي. دي الحقيقة حاجة حزينة قوي. رئيسة مهرجان الأقصر كلفت الناقد طارق الشناوي بتأليف كتاب عن حياة الراحلة تحية كاريوكا. أنا كلفت بالكتاب، لكن لو أنا بختار كنت هختار أعمل الكتاب ده. ليه؟ هي حالة استثنائية. سمير صبري واللي كانت بتربطه علاقة وثيقة بكاريوكا كان متواجد في حفل التوقيع. في الموجرافي والأفلام العديدة اللي تحية كاريوكا عملتها من روائع الأفلام، لعبة الست، البيت الكبير، شاطئ الغرام، سمارة، شباب امرأة، الفتوة، يا بلد، دائما تقول الراقصة هي ايدين، والراقصة اللي متعرفش تحرك ايديها صح، مش تشلط بايديها، تبقى مش راقصة. عجبك الدايخة اللي كانت في المولد؟ مش بطالة. ايه اللي عجبك فيه؟ بترقص كويس. وده بتسميه رقص؟ دي عندها مغص عمالة تتلوع على الجنبين قدام. تحية كانت نموذج رائع لحب الفنان لفنه. يمكن الجيل الجديد من خلال هذا الكتاب يتعرف على زمن تحية كاريوكا، وكيف كان هذا الزمن هو زمن الفن الجميل. We'll be right back.
رح نفتنق للحظات بالإعلان ونرجع ما تروحوش بعيد. تفضلوا. كريستوبال بالونسياغا أسطورة في عالم الأزياء لازال لليوم يستوحي منه كل المصممين وأشهرهم، ما تستغربوش. كانت لينا جولة إكسكلوسيف في الأكزيبيشن اللي في باريس وبعدها موجودة لليوم. إذا كنتم في زيارة لفرنسا بليز جو واتش إت، إتس بيوتيفول. وقبل ما نشوف الأكزيبيشن خلونا نشوف مع بعض بروفايل لهذا العملاق في عالم الأزياء اللي سطر الخطوط ولا زالت الناس تمشي عليها لليوم. هو إسباني الأصل ومن مواليد 1895. لم يبدأ العمل في تصميم الأزياء كهواية بل مرغما على ذلك، حيث دربته والدته وشقيقتاه منذ كان في 12 من العمر على مهنتها وهي الخياطة، يقوم بمساعدتها ماديا بعدما توفي رب المنزل. وحين كان لا يزال مراهقاً باتت إحدى أشهر نبيلات بلدته زبونته، ما فتح له الأبواب إلى العالم المخملي، وقد أرسلته لاحقاً إلى مدريد ليتعلم الخياطة والتصميم بشكل رسمي ليفتتح في العام 1910 أول متجر خاص به. بان الحرب الأهلية الإسبانية انتقل كريستوبال إلى باريس، حيث افتتح دارا لأزيائه في جورج سانك في الآب من العام 1937. فكان نجاحه فوريا وخاطر الزبائن بحياتهم بالسفر إلى أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية ليقتنوا تصاميم مسيو بالونسياغا. هو الذي وصفته كوكو شانيل بأنه المصمم الوحيد بالمعنى الحقيقي للكلمة، وقال فيه كريستيان ديور بأنه سيد جميع المصممين. وقد عنونت الصحف يوم وفاته العام 1972 مات الملك دون أن تسميه، لكن الجميع عرفوا عن من يتحدثون. سواء في القصات أو الأقمشة كان كريستوبال بالونسياغا رائدا، وقد تخرج من داره عدد من المصممين الذين حلقوا بنجاح لاحقا أمثال أوسكار دي لارنتا وإيبير دو جيفانشي. العام 1968 أغلق كريستوبال داره في باريس بعد 30 عاما من العمل المتواصل وقرر التقاعد، حيث كان يبلغ من العمر 74 عاما، ليفارق الحياة في 23 أذار من العام 1972 في موطنه إسبانيا. نجول اليوم على مراحل حياته ونجاحاته في الشهر ذاته الذي ودع العالم فيه، لتستمر دار بالونسياغا اليوم تحت إشراف المدير الإبداعي ديمنا غفازاليا. Pieces. This is the crop top اللي هلا بنشوفه احنا بال 2016 و17. This was done by Mr. Balenciaga بال 1952 عشان بس تعرفوا قديش this guy is genius. استعماله للدنتيل مش ممكن، لوحة رسم perfection. Are you guys serious? مشان هيك لما انا كنت بسمعهم يقولوا بانه بيقول لك انا متاثر ببالونسياغا، انا مدرسه بالونسياغا، انه yes this is the archive. هذه كانت معموله في 1963 اورغانزه دو سوا traîné bordé d'un volant de dentelle mécanique. Tu diras au revoir à ta mère. هو أسود بس أنا شايف فيه ألوان، مش طبيعي. هون السالون اللي فيه الأسود شوية نيونس أبيض. هون الأسود مع شوية بينك، حبيتكم بس تشوفوا الديتيلز.
بتاع الحرفية اللي كانت في الخمسينات والستينات بطريقة حرفية وجمال لا نظير له. Beautiful. Beautiful, beautiful. 28 كانت معمولة في 64. فبس نشوف هون كيف الدقة. Master of black, master of cut, and master of details. Noir et lumière. هذا هو الثيم بتاع المعرض اللي ما لازم ولا حد يفوته. كلكم لازم تجوا تشوفوا وتكتشفوا بالانسياغا اكزيبيشن بباريس. واو قطعة هندسية مش ممكن. هيدا مهندس معماري نحات رسام بناء كل شيء ممكن نقول عنه بس the guy is just genius. من كتر إعجابي بالقطع ومن كتر من القطع هذه عن جد بتحس أنه حية. قلت لهم للسيكوريتي الموجودين هل بتسمعوا أصوات بالليل؟ لأنه مش طبيعي. Unbelievable. What a genius. إلى الإمارات العربية المتحدة الحبيبة والمهرجانات والحفلات اللي تكون فيها. مراسلين هناك دايما بيغطونا إياها وين ما كانت. بين أبوظبي ودبي، بأبوظبي كان فنان العرب أبو نورة في حفلة خاصة ومميزة، وفي دبي كان حسين الجسمي أيضا في حفلة خاصة ومميزة في اختتام مهرجان اليولا. خلونا نشوف مع بعض. الفنان محمد عبدو أعرب عن اعتزازه بتكريمه في مهرجان أبو ظبي والذي يقام تحت شعار الثقافة والتسامح. اليوم مهرجان الأمارات للثقافة والتسامح، وأيضا أنوه على كلمة التسامح، هذا شيء جديد جدا وشيء غير مسبوق. طبعا أعتز به جدا أنه الليلة أكون أيضا من ضمن المحتفى بهم. الأمير بدر بن عبد المحسن تم تكريمه أيضا في مهرجان أبو ظبي لدوره الكبير في إثراء الأغنية السعودية والخليجية. البدر يستاهل أكثر من حفاوة، وقدم الكثير وقدم الجديد وقدم الهوية الأصلية بالنسبة للأغنية التي في المملكة العربية السعودية والخليج العربي. ما سألته اسمه عنوانه مكانه. في مفاجأة يحتوي ألبوم الفنان محمد عبدو على أغنية للشاعر نزار قباني والمعروف بتجاوزه للخطوط الحمراء في قصائده. نزار من أهم الشعراء في القرن العشرين، قليلا ما يتناسب مع الخط المرسوم أو الخط الثقافي الداخلي في المملكة العربية السعودية، لأنه كثير ما عنده خطوط حمراء، فلذلك وجد الملحن فرصة أنه هو يتناول نص ممكن أداؤه من خلال الألبوم الجديد. إني عشقتك واتخذت قراري، فلمن أقدم يا ترى أعذاري. كما يستمر التعاون مع أشعار صاحب السمو محمد بن راشد والفنان محمد عبدو من الثمانينات وحتى الآن. التعاون مع أشعار صاحب السمو محمد بن راشد
ما هو منقطع وكان متواصل من بداية الثمانينات، وكنت سجلت آخر قصيدة في وقت قبل كم أسبوع. ويهمني طبعا إضافة كبيرة لتاريخي الفني بأن أنا أغني بسموه. هل ممكن أن نرى الفنان محمد عبده في لهجة غير اللهجة الخليجية؟ أنا أحب التقليد وليس جيد في التقليد أنا. أجواء الفرح والسعادة سيطرت على حفل ختام البطولة واللي شهدت حضور ثلاثة نجوم كبار من الخليج العربي. الفنان حسين الجسمي كان أبرز المشاركين واللي حظي باستقبال خاص. والله أنا سعيد كثير أني اليوم موجود في ختام برنامج الميدان لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعيد كثير أني أستضيف إخواني الفنانين كذلك في ختام هذا البرنامج، وفخور كثير بما وصل إليه من نجاح. هذا ندل على أن إدارة جيدة وفكر وتوجه راقي. قدم الجسمي أغنية جديدة خاصة للمناسبة تحمل عنوان محمد الفجر من ألحان فايز السعيد. يعني أنا سعيد كثير بأدائي مثل ما ذكرت قبل شوي لقصيدة محمد الفجر، وإن شاء الله راح تشوفونها بعد شوي على الهواء في البرنامج. شهد الحفل تكريم للملحن فايز السعيد اللي بجانب أغنية الجسمي لحن أغنية النجمة نوال الكويتية اللي ولعت المسرح بمشاركتها بهند الطيب. كما شارك الفنان أيضا المنهالي بأغنية شيخنا حمدان بالإضافة إلى عروض لفن اليولا الإماراتي. أرابود إكسترا مكمل، لكن سنفترق للحظات بسيطة من الإعلان ونرجع. تفضلوا. أحلى مناسبة كانت الأسبوع اللي فات أكيد كانت عيد الأم، وإحنا من خلال برنامجنا قمنا بحوار العديد من النجوم، وكل واحد فيهم هيك يا إما كان في كلام حلو كتير يا إما كان في غصة في قلب البعض منهم. خلونا نشوف إيش قال النجوم العرب في أمهاتهم. أنا أمي هي حياتي، كل هاللي بصير معي هذا عندي كوم وأمي الله يطول عمرها ويمد في صحتها يا رب، هذا عندي كوم تاني. في مثل طول عمري بسمعه بقوله، اللي بيروحوا أمه وأبوه بيروحوا اللي بيحبوه. فالله الله يديم أمياتنا جميعا وأبواتنا جميعا يا ربي، ويرحم أمهات الناس اللي فاقدين هالشي. يعني بعرف قديش إنه صعب، لكن بقول يا رب يعني الله يعطيها الصحة ويطول بعمرها. والله الأم ما في بعدها، والله مش رياء ولا حكي إعلام ولا شيء، بس رحاب الأم هاي يا الله يا الله يا الله، الله يعطيها الصحة ويطول عمرها. يا حنينة الدنيا بيك مزينة، يا حنينة الدنيا بيك مزينة، بوجودك ربي حلاها، من غيرك تفقد معناها، بوجودك ربي حلاها، يما من غيرك تفقد معناها، انتي قمرنا وضينا، انت قمرنا وضينا، يا حنينا. كل سنة وكل أمهات العالم بألف خير إن شاء الله يا رب، دايما أنتوا على رأسنا من فوق. روحي ودمي يا حنينا وكلك طيبة، يا ربي خليكي يا أمي
حبايب يا حبيب يا حبيب وحبيب حبيب. هي امي يا حضرتك ما بتاخدش هدايا. امي بنبدا من 500 جنيه اقعد الاول اقول لها اجيب لك 500، تقول لا يا واد 500 قليلين، طب 600، من الاخر كده بتاخد 5000 جنيه عشان تسكت بقى امي. لكن امي عارفه لو جبت لها هديه يا نهار ازرق اديتي يا واد، جيب لها ده بتقول لك لا هيخسر يا اخويا اديني فلوس. كل سنه وكل ام طيبه. امي رضاها يكفيني وجودها مالين عيني، اذا ضحكت تضحك الدنيا الله منها لا يخليني. امي تستاهل كل حاجه حلوه في الدنيا الحقيقه، بقول لها احنا من غيرك ولا حاجه، وانا طول الوقت مدين بالفضل ليكي في كل حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى يا رب يديك الصحه وتفضلي طول الوقت جنبنا ومفرحانا بوجودك وبدعواتك. احنا انا بشوف انا وطارق اخويا ما نعملش حاجه كويسه او ما بننجحش في حياتنا الا بدعائها، يا رب يديها صحه يا رب دايما، ونكون نفضل طول الوقت خدامينها يعني. تاج منور فوق راسنا. طبعا هي مش موجوده عندي هنا في مصر، بس هي دلوقتي حاليا في دبي مع اخواتي هناك. ف يعني اتمنى اني انا كنت من حوالي 20 يوم طبعا معاها، فاتمنى ان يكون في يوم عيد الام اكون موجود معاها. الام دي هديتها انها تشوفك بخير، بس الحاجات الماديه دي بتفضل بين ابنه وامه يعني، انما دايما الام هديتها انه تشوف ولادها بخير. ربنا يخلي لي بناتي، يا رب ابقى ام كويسه، بحاول اني ابقى ام كويسه، بحاول، ويا رب يقدرني اعرف اربي عيالي كويس. بدي اقول لماما انه انا الي فتره بعيد عنها شوي، اشتقت لك كثير، بحبك كثير، والله يخلي لي اياكي ولا يحرمني منك، والله يخلي كل ام لأولادها، لأنه عن جد الأم هي عز لكل ولد. فبقول لك أنه بحبك كثير والله لا يحرمني منك. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. الأسبوع اللي فات شهد افتتاح رامي إمام شركته للإنتاج، وأكيد الكل كان متحمس متفائل، تشجيع كبير من قبل زملائه ونجوم الوسط الفني. لكن في هذا الحفل تم الإعلان عن أهم مشروع اللي هو قريب كثير على قلب رامي إمام، وهو بيتعلق بالنجمة يسرى. البرنامج مختلف خالص غير اي برنامج اخر. البرنامج اختلافه هنا انك انت عندك كذا حاجه، عندك حاجه ثقافيه، حاجه سياحيه، حاجه انترتينمنت، في سيليبرتيز من داخل ومن خارج مصر. فانا سعيده جدا بده. الفنانه يسرى كلمتنا عن سبب غيابها عن السينما، وهل ممكن نشوفها قريبا في عمل سينمائي؟ علشان ما فيش حاجه يعني ملأماني انا ان انا انزل بيها سينما. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا كنت مشغوله جدا في اليونايتد نيشنز في سفرياتي، فما لحقتش، عشان كده دخلت متاخر في التصوير بتاع المسلسل. بعد تعاونها مع ماجنوم، الفنانه يسرى وضحت لنا شكل علاقتها بالعدل جروب. علاقتي بالعدل جروب علاقه قويه جدا جدا ومستمره الى ما لا نهايه، وعلاقتي برامي وماجنوم مستمرة إلى ما لا نهاية. المخرج رامي إمام المسؤول عن ماجنوم كلمنا عن البرنامج اللي بيعتبر أول إنتاج للشركة. ده برنامج إحنا بنتشرف إن إحنا ننتجه كأول عمل شركة ماجنوم مع فنانة كبيرة زي مدام يسرى. نتمنى البرنامج يطلع في وقت مناسب ويليق إعجاب المتفرجين، وإحنا هنبذل كل المجهود عشان خاطر نطلعه في أحسن شكل. وسألنا رامي عن مسلسله عفاريت عبد العلام مع الفنان عادل إمام، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل. مسلسل إحنا الحمد لله عاملين منه حوالي 45%
45%، وان شاء الله يبقى يكون جاهز لرمضان المقبل باذن الله. كمان عرفنا من المنتج هشام تحسين كواليس الاتفاق مع الفنانه يسرى وطبيعه اختيار الفنانين المشاركين في الحلقات. انا فتره طويله جدا بنحاول نقنع مدام يسرى انها ترجع للتلفزيون، طويله يعني مش ما كانش تعاقد سهل. طبعا البرنامج هيكون ضخم، فنوعيه المشاهير اللي هتكون فيه هي نوعيه من الطبقه الاي كلاس يعني. بريك، راح نروح على فاصل قصير ونرجع، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. إلى تونس الحبيبة، كلنا بنعرف بأنه صفاقس هذه المدينة الرائعة كانت هي عاصمة للثقافة العربية في السنة اللي فاتت، والمشعل هذه السنة راح ينتقل من تونس إلى مصر. احتفالية الاختتام كانت لصابر الرباعي وأنغام. صابر خصنا بحوار اكسكلوسيف ورائع. أنغام يمكن تتجه وتتبع سياسة جديدة أنها ما تعطيش حوارات، لكن هذا لا يعني أن نسيء إلى بعض الصحفيين والإعلاميين. تحضيرات الحفل كانت مكثفة وامتلأت الشوارع ببانرز لأنغام وصابر. امتد الحفل لحوالي 3 ساعات بحضور أكثر من 20,000 متفرج، وكان الحفل محطتين. المحطة الأولى كانت الفنانة أنغام ممثلة عن مصر، لكن مدير أعمالها رفض إجراءها أي حوار مع الصحفيين. تعاملت أنغام ومدير أعمالها التعامل بتجاهل تام وبتعال، سواء مع المنظمين للحفل وخاصة مع الصحافة المحلية والعربية، حيث لم تقم بتقديم ندوة صحفية كما كان متوقعا، ورفضت حتى الإدلاء بتصريح قصير قبل صعودها للصحفيين، الشيء الذي سبب التململ داخل صفوف الإعلاميين. احنا مستنيين في اوردر مجموعه. اسمعني، اللي صاير مش مو احنا ثلاثه زوز تلفزيون وراديو، معناتها اذا هي مش ما عندهاش القدره باش تعطي تصريحات لزوز تلفزيون وراديو، معناتها شنو؟ احنا طلع، احنا خلينا لوكيل مره يبين. وبعد موافقه مبدئيه حاولنا الصعود الى غرفتها، لكن مدير أعمالها وبازدراء شديد وقلة أدب رفض ذلك. أما المحطة الثانية كانت مع ابن مدينة صفاقس صابر الرباعي، المعتز جدا بمشاركته في هذا الحدث. حاجة تسعدني، أكيد حاجة تشرفني وتسعدني أن نكون متواجدين، نكون موجودين في اختتام، في افتتاح، وهذه كله يعني إضافات لي أنا. صابر هو أحد المشاركين في اختيار النجمة أنغام لمشاركته إحياء الحفل، ممثلة عن بلدها مصر والتي تسلمت شعلة الثقافة من تونس. نحب نقترح الأسماء، نقترح الأصوات اللي هي اللي تضيف للتظاهرة وتضيف للفن بصفة خاصة، وكتسليم المشعل لمصر. طبعا لازم يكون صوت مصري يكون موجود، ونسلم المشعل ليه حتى تكون المدينة متاعه اللي هي الأقصر تكون هي عاصمة الثقافة الجاية. وهذا كان رد صابر على عدم ترحيب أنغام وفريقها بالصحافة. ما عنديش خبر في الموضوع هذا، علاش ما عملتش كونفرنس دو بريس؟ ممكن ما نعرفش، ما عنديش جواب على السؤال هذا اكيد. ومن خلال مشاهدته لأنغام انتقد صابر تصوير الحفل. ممكن التصوير مش محضرين اكثر، يعني ممكن الامكانيات مش متوفره، ولكن اجمالا الحفل كإضاءة، كصورة، كديكور جميل جدا يعني. Yeah.
elite. For the heart and soul of this very beat. من أهم الكواليس اللي كانت في لبنان الأسبوع اللي فاتت كان كواليس مسلسل ثورة الفلاحين، ما يعود إلى حقبة زمنية معينة بديكوراته بشخصياته، ويضم هذا المسلسل نخبة من أهم النجوم اللبنانيين والعرب أيضا. خلونا نشوف مع بعض التفاصيل اللي كانت في تقريرين كاملين عن كواليس ثورة الفلاحين. دخلنا كواليس مسلسل ثورة الفلاحين اللي يعتبر كما يؤكد صناعه انه من اهم الانتاجات اللبنانية العربية، وابطال المسلسل حكولنا عن ادوارهم. بلعب شخصية صعبة كتير، مرة سودة كتير ما بتحب لحواليها، ودايما افعالها وردات فعلها غير متوقعة. لقيت هذه الفكرة فحبيت اعملها، بعتقد كتير حتساعد بأداء الشخصية. أنا بالنسبة لي شخصية كتير جديدة، بعتقد الناس رح تنصدم لما تحضر العمل، ما رح تصدق إنه أنا عم بلعب هيك شخصية. إن شاء الله تكون مأديها بطريقة كتير منيحة لتوصل للناس صح، وبعتقد رح تكون من أهم الأدوار اللي أنا لعبتها بحياتي. دوري مركب حلو، في بيتطرق ل لأشخاص معينين، لحالات معينة، وبيبين بسياق الأحداث أنه هذا الشخص كيف رح يتصرف بهذه الظروف وبوضعه. أنا فايز بيك ابن البيك الكبير، العائلة الإقطاعية يلي إذا بدك مسيطرة على المنطقة، وأنا الوريث الشرعي الأول والوحيد. كرتون الفلاحة البن بتصور أكتر فلاحة قوية وعقد حالها، هي الفلاحة المؤمنة بالحرية، هي الفلاحة اللي بتكره الظلم، هي الفلاحة اللي بتشتغل الثائرة، اللي بتشتغل مع المرأة سبيشالي ومع الناس المظلومة تانيا. أنا بمسلسل ثورة فلاحين بلعب دور منتورة. منتورة هي من الفلاحين وعندها علاقة مع بيك من البكاوي. كتير سعيدة بعمل ثورة الفلاحين بالأسماء الكبيرة اللي موجودة، اللي كلهم مش كلهم يعني أغلبهم أول مرة بكون عم بتعرف عليهم وعم نتشارك سوا بهذا المسلسل، ففعلا كتير سعيدة. هالشي على الصعيد الشخصي كتير حلو. المسلسل هو بيحكي عن الثورة بزمن الإقطاعية. أنا واحدة من الإقطاعيين، بس نرجس الإقطاعية هي بالظاهر شكلها بيكية وبتلبس لبس الملوك والأغنياء، ولكن هي بداخلها فلاحة بتعطف عليهم. وهي كان دايما بخلال المسلسل رح نشوف قديش هي دايما بتجرب تدافع عن الفلاحين وجرب انه ما تخلي الظلم يكفي. ثورة الفلاحين هو عمل حقيقة يعني حلم عم يتحقق بالنسبة لنا كدراما لبنانية عربية. صرنا هون بهاللوكيشن 3 أشهر تقريبا، وبالجهد والتلج ومتمنك شايف البرد اللي نحن فيه، ونحن يعني سعيدين جدا بهالعمل الضخم بوجود كل النجوم العمالقة اللي معنا، عن جد عمالقة. وعن جديد نجوم مسلسل ثورة الفلاحين، كل الحب كل الغرام، أنا وكارول الحاج وفادي إبراهيم ونخبة كبيرة من ممثلين شاشة لبنانية، الكاتب مروان العبد الراحل اللي كتب مسلسل ياسمينة، وإخراج إلي معلوف.
فيلم اسمه زفافيان، اكيد في عدد كبير من الممثلين اللبنانيين، يعني عم نحكي كمان مع كارلوس عزار، بيير شاماسيان، ميراي بانوسيان، وعدد كبير من الممثلين. هو فيلم لايت كوميدي، بلعب فيه دور صبيه لبنانيه ارمنيه وبحكي فيه ارمني. ولي كمان مسلسل برمضان الله راد، عمل اوركيديا، هو عمل سوري فانتازيا تاريخي. مضيت مسلسل من بعد صورة الفلاحين، بس ما راح لكم تفاصيل أكثر من هيك. لبناني مصري؟ لبناني 100%. وزفافيان كمان أنا وإمي سياح مع مجموعة كتير كبيرة من الممثلين اللبنانيين والأرمن. هذا الفيلم أنا بدعي الجمهور ينزل يشوفه، لأنه في شيء كتير مهضوم، وين كنت بجزء التاني بيحمل كتير تفاصيل، بيحمل كتير أحداث. الجزء التاني أكيد راح تحبه مثل الجزء الأول وأكثر. فيلم سينما للمخرجة إيمان بن حسين، وأنا هلأ بطور دراسة النص، وفي حال كان كل شيء أوكي رح أكون في عندي هلأ هيدا الفيلم. أما النجمة ورد الخال هتقابل صعوبة في اختيار أدوارها بعد دورها في ثورة الفلاحين. أنا بعد ثورة الفلاحين أتلاني هم صراحة، بقول لك إياها، بيقولولي بقولن ما بعرف، انا رح اقعد حالي بالبيت، شو بدي اعمل؟ من اصعب الادوار النسائيه اللي حتشوفها على الشاشه، فصعب وخلق لي تحدي ومليني فنيا، فبعت الهم انه بعدين شو بدي اعمل. ان شاء الله تكونوا استمتعتم بكل ما قدمناه لكم في حلقتي الليله من عربود اكسترا. نلقانا غدا في another edition of عربود اكسترا. See you guys. Ciao, ciao.